السلام عليكم خوتي، أنا في مسجد عقبة بن نفع الصحابي في مدينة بسكرة، ولاية بسكرة. المسجد مازال محافظ على التراث ديالو، مبني يعني بالتراث القديم، ترميم بصح خلاو الهندسة المعمارية القديمة. السلام عليكم. السلام. راح يسقسيك سؤال برك الشيخ، بس كان هذا الشيخ عقبة بن نافع والي ولا صحابي؟ صحابي. هو صحابي ولد قبل الهجرة بسنة، قبل ما يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، ولد عقبة بن نافع. لما التحق النبي بالرفيق الأعلى تركه في عمره حوالي 11 سنة، يعتبر من صغار الصحابة. شارك في الفتح الإسلامي، فتح مع سيدنا عمر مصر في 20 هجرية، بعد ذلك في عهد معاوية افتح ليبيا وتونس وبنى مدينة قيروان، بعد ذلك تعزل بنا قيادة على الجيش وجاء في بلاصه أبو مهاجر دينار اللي افتح الجزائر وأسس فيها أول جامع في ولاية ميناء، بعد ذلك مع سيدنا معاوية جاء ابن يزيد عاود رجع عقبة قيادة على الجيش وكمل افتح افتح تونس ومراكش وصلحة المحيط الأطلسي، وقال كلمة مشهورة، قال يا ربي وعزتك وجلالك لولا هذا البحر لا مضيت في البلاد أجاهد في سبيلك حتى لا يعبد أحد سواك. جاء راجع في الرجوع نتاعو الحق منطقة طبنة باركة حاليا تبع ولاية بيطنا، الجيش تاعو سبحوا قال نروحوا القيروان فوج ورا فوج. بعد ذلك في مر منطقة تهودة، هي منطقة كانت مركز عبور مدينة تهودة تبعد حدا 4 كيلومتر عن سيدي عقبة، كي سمع به الحاكم تاع تهودة باللي عقبة في جيش قليل قوامه 300 صحابة و70 300 واحد، بعث الكسيلة زعيم قبيلة أربع البرانسة لأن عقبة في جيش قليل تستيقظ عليه، قالوا له كان من هنايا واستشهد هنا في 63 هجرية. كان له الفضل الكبير لوصول الإسلام إلى شمال إفريقيا، وهو أعز الإسلام فأعزه الله، تأتيه الناس من كل فج عميق جزرنا، خاصة في المولد النبوي الشريف، في المولد حتى غير المولد، غير في كل سنة قبل نتنا هذه الكورونا هذه كانت الوفود أجنبية زي شيء من عجب نترحموا عليه ونقرأوا له الفاتحة. كل عام يجي النفوج من أستراليا، شوف أستراليا من أجيها في شرق العالم، يجيوا من الصين، يجيوا من أمريكا، جاء سافر أمريكا حتى ثاني جاء في 2008 وجاء في 2019 سفارة أمريكا. هاروز نعطيك واحد الشاهد تاع القبر يثبت بلي هذا قبر عقبة بن نافع مكتوبة بالخط الكوفي قبل التنقيط. هروع مريها موتي دي وطلعك يقول هذا قبر فلان ابن فلان، هذا وش هذا؟ شوف هذا خط الكوفي. ثاني حاجة مشي منقوط، خبيك العربية لا تنقط، هاوش مكتوب فيها هذا قبر عقبة ابن نافع رحمه الله. بارك الله فيك. دليل مادي باللي هذا قبر، هذه كانت هو القبر تاعو، ولو نحاوها وضعها في هذا المكان ليراها العام الخاص. فهمتك، بارك الله فيك الشيخ، ربي يبارك فيك. الولاء
الله عندكم فيديو بعد يتفرج عليكم في التلفزيون. لا لا قولوا له حاجه ارواح بنحب انا نشكي مو ايش ارواح قول لهم حاجه يا قول لهم قول لهم حاجه قول لهم حاجه قول لهم حاجه نعيد نرجع عليك قول لهم حاجه في بس قول لهم انا في بس قول لهم مرحبا بكم في بس كرا ها تنقلنا جسمه جسمه الربع انور انور يا انور قول لهم يملاح على بسكرة انا مرحبا بكم في بسكرة راكم فوق العين والراس راكم في بلاد تشومور اخي يا سيدي يا اخويا ارواح اخويا هذه قلة الدنيا انا 16 سكر ديالك سكر ديالك السلام عليكم يا خوتي الدنيا قلبت قلت حركة الدنيا اخويا استر ربي سكر ديالك السلام عليكم يا خوتي ارواح اخويا فيني شوت الفيديو في الفيلا اخويا اعطوها ما تجيهاش السلام عليكم يا خوتي ديما سلام ديما الكلام واش مشكل روحك ما عندكش من شغل بعد قلت الدنيا يا زين وحبتك الدنيا اخويا اعطينا فطر وا بصح الدنيا اه سكنا بلاسمها لا لا والله تهضر كمية لوزي اه كمية لوزي في حالة يا زين وا نشوفوا الفيلا اخويا نسلم فيها يما وين اشناها شو الدنيا حبس روح نعطينا شمبرة تاعك روح يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي فيش يا ربي يبارك شوف تعملنا هذه البلاصه تعمل هاتيه روح بريزونتي مش بريزونتي انا ديما نحكي من بريزا انا باين هذه حاجه الدنيا بالتحلقيم والولاد اي فيلا لا فيلا هاي بوتشو الدنيا ملاحه بس الدوبا اه اخونا وصرالك انت يا اخويا مش عكس تلقى صار واحد السكتير تاعك وعندي سكتير دوك عندي بانيا عندي باسي مدام سكتير نورمال هاك واش حدير دوك انت واش حدير يا ولدي عندك درنا لسه تهبط لسه من فوق الحمد لله صحيح اسمع حق ربي تحممت في حياتي ودوشت بها دوشت على ما دوشت شي ما تبعوني شوف واحد لاقه بسم الله شوفوا لك لاقه الله يبارك دوش يا حسابك راح يدخل تقعد ساعه اي السهر هنا صباح بكر لازم 8 النضور بروجرام مليح ان شاء الله غدوه غدوه بروجرام لوزي غير السلاو بروجرام لوزي تاع زرق ودي لوزي بقري مش لوزي سي بروغرام ياك ايسونسيال اخوتي ما طولوش عليكم كلمه غير كلمه نقول لكم استناونا في الفيديو غدوه غدوه ضرب صحيح الله تصبحوا على خير اخي المهم هيا نتلاقاو غدوه ان شاء الله يا اخويا ها رجعونس بخير بخير روح بخير اخويا هو بالله قلت لي بالله قلت لي بيان صباح الخير والله شوف العام الحمد لله قلنا هكذا تقع ما شاء الله والله ما شاء الله شفت لك انا في الاوتيل اقامه حاتم اخويا ربي يبارك مرحبا بك عنده اقامه تقع ما شاء الله في وتشوف قاموا بينا اعطينا كلمه الاخ اخويا مرحبا بكم عندنا وشرفتونا بالزياره يعيش اخويا ربي يحفظك اخويا ونساء عباد محترمين ربي يسرك صحيح اسم شباب ان شاء الله منكم غير الخير يعيشكم ونزوركم ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بكم عندنا هنا ورقيموا بكم على العين والراس ان شاء الله بارك الله فيك خويا زينو من فندق حاتم بالسوف ما شاء الله فندق القمه الاقامه في بالك ان شاء الله بناء عندنا بكل ولايه ان شاء الله يجيو هذه الاقامه في شط المفروض منطقه الشط حي 8 ماي بولايه بلاد السوف الضيافه ربي يبارك الاستقبال ما شاء الله قمه في الروعه ان شاء الله تشوفوا في ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك اخويا عند غرف فرديه وش مزيان سوسيال اخويا ما نطولوش عليكم الديبار تاعنا رانا في مارينا درك عندنا دوره في بلاد السوف نروحوا نسركوا شويه سوسيال خليكم معنا جورني مليح جورني مليح ان شاء الله جورني في البنيان اليوم في البنيان بعد نشوفوا اخويا كريم الله يا 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 كريم ال
اش قديها اخويا؟ مشي يديا اش قديها؟ هذا زدميل تاعنا اخويا زدميله اي البورش صايبي هادي بالعرض بالعرض اي عاملني بالبورش مولاكم اخويا مولاك اي ما شاء الله وياخذ معاه روحه شيء الحجم الاورا كش ربما ما يطيحش شوفوا الدخل الاورا قلت له اوكي اه صحاوي وليتي يا الناس والناس وتشوف شكون هذا؟ مناعي تعرفوه؟ اه عرفتيه مناعي؟
شي غني تعرف المنايا شكون هو المنايا فنان فنان منين هو ما تشوف شي غني شعبي ودو مشكون هذا من الزوج هذه هلا هي وهذا قسم كيف ويغني يعني ما كان لا نفس الغناء شرط واحد وقال لي نحبه ما نحبه لقينا واحدة تهب عرفنا تاريخ والله ما نعرفها منكم نديروا صورة في الخيمة السحرية تاع نديروا صورة ليها الله يرحمها مشي يا اصبر 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 نطلعوا لهنا ولا نصور نروحوا نشوفوا المنظر نلعب بالنار هاي نطلعوا لفوق وين حضور الصحافة من عنابة هاي الحاجة من عنابة يكذب يدير فيديوهات اليوتيوب هذا على كل حال ما نكونش ضيوف في الواد ما نكونش ضيوف في الواد سوف ما نكونش ناس من ولا ما بين الجود والأجواد وبين الخلان والهلال جات سارة جات من عنابة الواد سوف والسم زارقة والنخيل باهية والطقس حلو للنساء وللرجال اوكي ربي يبارك فيك ربي يعطيك هاي فشيت هاي مش خالد شكون باش وصلنا خلص انت مخلص خلص الغناء ثاني شكون خلص انا خلص لا هم مخلص الغناء وماكله وشراب لا مش انا مش خسارة انت مخلص ولا انا مخلص مني اعطيني تراك شوف خلص 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 هذا معكم هذا هو اللي خلص لنا كل شيء تاع الوكاله الغناء ما خلصكمش ما خلص الغناء ما خلص دوك يخلص هو هذا يخلص هذا ما خلص هاي بارك على خدمه اسمع اسمع قال لك شركة النخل عمرها ما تخدم دوم دوم السواقه ديك لما تتمنى مش كحافظ لوحة دي ما تغلبهمش في الأمتين غير كأنا شكرا ذاك يا كأنا عيون سود في شبو لا تحشموا من الوقفين ولا تدرقوا ولا خافوا محال تبكي العين بلا سبة والحب يا محبوبي ما يتخبى قولها ما تخافيشي والحب ما هوش عيب ما تنسيشي من حبي صافي وانت فيه تقيسي جسمة مناة منه وقريبة عين يا الطيب يا بنت العرزوم يا عليا يا